بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. اللهم يا رب العالمين ارحم أمواتنا ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم، واجز عنا مشايخنا خير الجزاء. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب الذكر، باب الذكر. وإذا أطلق الذكر فالألف واللام تكون للعهد، أي الذكر المعهود. إيه؟ لا، مش باب الرحمة، قلنا الحرية خلصنا. إذا أطلق الذكر فيكون الألف واللام للعهد، أي الذكر المعهود المشرف وهو ذكر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله أمر، والأمر يكون للوجوب. ذكرا كثيرا يعني بلا حد، لوقت معين ولا قدر معين، بقدر طاقتك. ولا ذكر الله أكبر. ولا ذكر الله أكبر يعني أكبر من مين؟ أي ولا ذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد لربه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكره العبد في ملأ ذكره الله في ملأ خير من ملأ، وإذا ذكره العبد في نفسه ذكره الله في نفسه. اذكروني أذكركم. فإذا كان ذكرك يدل يؤدي إلى ذكر الله، فاعلم أن ذكر العبد لربه أدنى كثيرا من ذكر الله لعبده. ولذا ولا ذكر الله أكبر، أكبر من ذكرك أنت لربك، لأن كل يذكر على قدره وبقدره، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق. ولذا فأنت إن أردت أن تذكر فاذكر الله، يذكرك الله سبحانه وتعالى. وفرق كبير بين ذكر الله وذكر العبد. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشر ببغداد، قال أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البرزعي قال حدثنا، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زياد بن أبي زياد عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة يعني، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. فذكر الله هو
طريق الولاية وسبب تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، وهو ثمرة العلم. فالعلم إن كان محمود فلا يحمد العلم إلا أن يوصلك إلى ذكر الله، وكل علم لا يوصلك إلى ذكر الله يكون علم ضار غير نافع، والنبي استعاذ الله منه، أعوذ بالله من علم لا ينفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فثمرة العلم الخشية وثمرة الخشية الذكر، فهو ثمرة الثمرة، فهو النهاية، نهاية منتهى المعرفة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي البداية أيضا، فهو البداية وهو النهاية وهو الوسط وهو الطريق وهو الوصول، فيه كل حاجة، ذكر الله فيه كل حاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير من إعطاء الذهب والفضة والرسل. وخير من إعطاء، على أساس أن الواو هنا تكون عاطفة جملة على جملة تبع الابتداء، وخير من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. والذكر إذا أطلق بهذا المعنى العظيم يكون ذكر القلب مع اللسان، بل ذكر الجوارح كلها، ذكر الجوارح كلها. أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الديري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله هكذا بالاسم المفرد. وهل يجوز ذكر الله بالاسم المفرد أم لا؟ ثلاث مذاهب. هل يجوز ذكر الله باسمه المفرد أم لا؟ ثلاث مذاهب عند المسلمين. الجواز مطلقا المذهب الأول، والمذهب الثاني الكراهة مطلقا، والمذهب الثالث التوقف. ومشايخنا أخذوا بالمذهب الأول الجواز مطلقا، والأدلة معه، الأدلة معه. من قال بالكراهة مطلقا خلافا للوهابية، الوهابية يعتبرونه بدعة حرام، لم يقل به أحد من العالمين أن ذكر الله بالاسم المفرد بدعة حرام. علماء المسلمين قالوا الكراهة مطلقا، يعني من منعوه منعوه على باب الكراهة فقط، لا على كونه بدعة وحرام وضلالة كما قال الوهابي. فخذ بالك من النقطة دي. فالذي قال ذكر الله لا يكون بالاسم المفرد، الذين قالوا أن اسم الله لا يكون بالاسم المفرد، قالوا أن الكلمة المفردة في لغة العرب ليست لها معنى في ذاتها، فتحتاج إلى خبر، فكلمة محتاجة لخبر، فأي كلمة تحتاج لخبر. فإذا قلت الله الله الله، طب فين خبرها؟ الله إيه؟ واخد بالك؟ أدي الاعتراض، فهو اعتراض لغوي، اعتراض من حيث اللغة. فقال: لأنها لا تؤدي معنى في ذاته، فطالما لا تؤدي. وذهب ذلك ابن كثير في تفسيره، وكثير من العلماء ذهبوا إلى ذلك في تفسيرهم، وتبنى ذلك الوهابية وبلغوا فجعلوها حرام ضلالة، ولم يجعلوها مكروه. من قال بالجواز مطلقا أدلتهم أقوى، منهم هذا الحديث: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله هكذا الحديث. وأن النبي أقر سيدنا بلال عندما ذكر الله في حال تعذيبه بالاسم المجرد، وقال أحد 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 أحد، وكان يمر عليه فأقر. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه جائز، أقل ما يقال فيه أنه جائز، بلاش نقول أنه مستحب، يبقى أقل ما يقال فيه أنه جائز. فورد الذكر بالاسم المجرد المفرد من الصحابة في عصر النبي، في عصر النبي. والآية تقول: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، بالمعنى الإشاري لا بمعنى السياق والسباق، لأن معنى السياق والسباق يعني قل الله هو الذي أنزل التوراة والإنجيل وكذلك أنزل القرآن، ولكن هذا بمقتضى السياق، لكن بمقتضى الإشارة قل الله، لأن كل ما سوى الله باطل، وذرهم في خوضهم يلعبون في الباطل، فالله هو الحق وكل ما سوى باطل. ولذا
يكون الاسم بالاسم المجرد كافي. ثم بعد ذلك الاعتراض، لما لا يحتاج الى خبر؟ ليس كل مبتدأ يحتاج الى خبر، ليس كل مبتدأ يحتاج الى خبر، لان الله هو مبتدأ وخبر، مبتدأ الاكوان وخبر الاكوان، هو الاول والاخر. الله كفاية فيها كل شيء، الله خالق، الله رازق، الله من علي، الله هداني، الله اعطاني، الله رجائي، الله غياثي. يبقى حط له بقى حاجات كتير، من كثرة الاخبار المتعلقة به تركت حتى يحددها حالك مع الله. فان ذكرته وقلت الله بالذل اعزك، وان قلت الله بالفقر اغناك، وان قلت الله بالضعف قواك، وان قلت الله بالعجز اقدرك. يبقى الامر مطلوب الى الله، ينظر الى عبده حين يذكره، ما الذي يحتاجه فيجعل احتياجه وخبره. فالحكاية سهل، ولذا الامر سهل هين. فذكر الله بالاسم المجرد ثلاث مذاهب: الجواز مطلقا، واخذته المدرسة الشاذلية في الذكر. كل المدرسة الشاذلية تقوم على ذكر الله بالاسم المجرد كثيرا: قيوم، حي، باقي، دائم، فتاح، رزاق، الله، هكذا. وبعض المدارس اخذت كاسم هو على اساس انه وله الاسماء الحسنى، الذي لا اله الا هو. هو ضمير، والضمير اعرف المعارف، الضمير اعرف المعارف، واعرف المعارف هو الله. فالضمير اذا كان اعرف المعارف فلا يليق الا بالله، فاذا قلت هو لا تندرج، لا تطلق الا على الله. ولفظ الله هو الاسم الدال الذي تندرج تحته جميع صفات الله عز وجل، لدرجة انهم قالوا هو الاسم الاعظم لهذا، ولانه غير مشتق. قالوا ان الاسم الاعظم هو الله لانه غير مشتق، بعض العلماء قالوا ذلك، لانه غير مشتق ويندرج تحت كل الاسماء الاخرى. ولم يسمى احد بالله ابدا. هل تعلم له سمية في القرآن نفسه؟ حتى ان اللي كفر وقالوا انهم الهة عمره ما قال انا الله، قال انا ربكم بس، لكن حجب الله هذا الاسم عن حتى الجبابرة وعن الكفار، فعصم هذا الاسم حتى ان يطلق على غير الله على مر العصور وفي جميع اللغات. تقول الله يفهم، روح في اي دولة في العالم، باي لغة في العالم، في اي قبيلة في العالم، قول الله تلاقيه مفهوم، كأن الله كتبه على في عقول وقلوب عباده اجمعين مع خلقته. فاذا قلت له الله يفهم باي لغة، وده من عجائب هذا الاسم. وبعدين من عجائبه ايضا ان كل لفظة فيه، كل حرف فيه يدل على الله. الالف يدل على الواحد، فاذا حذفتها تبقى لله، اي ان كل ان الامر كله لله. فاذا حذفت اللام الاولى بقى له، له ملك السماوات والارض، له ملكوت السماوات والارض. فاذا حذفت اللام الثانية يتبقى هو اعرف المعارف، الضمير الدال على الله. فكل هذا الامر واضح، ولكن العجب، كل العجب ان يسمع بعض الناس الذاكرين بالاسم المجرد يعني تجده ينقبض. لما تنقبض؟ ان قلت انه بالكراهة فابعد انت، سيبهم هم يذكروا وابعد انت، بسيط. وان لم تعرف دليل فتوقف وامشي مع المذهب الثالث الذي توقف، قال انا اقدر اقول انه مكروه ولا اقدر اقول انه هو مباح، يعني الادلة عنده تساوت، فده مذهب برضه. لكن لا تبالغ وتقول انه ضلالة وفي النار، اذا كانوا الذاكرين يبقوا في النار، امال الغافلين يبقوا فين؟ حاجة غريبة. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان، ايوه تقدر كلام القرطبي ملزم الامة كلها؟
يعني كلام القرطبي يبقى ملزم لكل الامه. طب وبعدين انت الوقت هو يعني قال معناها اتقي الله، جابها منين؟ مقدره. من الذي قدرها؟ هو. خلاص يبقى مجتهد، نقول له متشكرين، لكن لا تلزم الامه به. خدت بالك؟ يعني لا تلزم الامه، كل عالم يجتهد على عينه وعلى راسه، لكن الامه لا تلزم الا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ لكن كلامه على عينه وعلى راسه. لكن هل قال من قال الله فقط يبقى مبتدع ضال في النار؟ خلاص احنا بنتكلم على الناس دول اللي هم بيقولوا ان اللي يذكر الله بالاسم المجرد مبتدع ضال في النار، وان الله يحتاج الى خبر. نقول له لا، ده الله فيها كل حاجه، مش محتاج لخبر. الله مستغني، الله يحتاج؟ ده احنا بنقول الله مستغني عن العالمين، مستغني عن كل شيء، قائم بذاته. فلما تيجي تقول لي الله يحتاج الى الخبر، ده مخالف لعقيده المسلمين، مش كده برضه ولا ايه رايك؟ يعني كلمه حتى كبيره توجعك في قلبك، انا سمعتها من ناس كتير يقولوها، بس توجعك في قلبك، تحس انه ضربك برصاصة جوه قلبك. ازاي الله يحتاج لخبر؟ ايه يحتاج دي؟ احنا اتعلمنا من واحنا اطفال ان الله لا يحتاج شيء، الله غني عن العالمين، مستغن بذاته. فما فيش حاجه اسمها الله يحتاج دي، دي انا ما سمعتهاش ولا تدخل قلب مسلم. وهو بيقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ده احنا رضعناها واحنا بنرضع اللبن من امهاتنا، ان الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يجي في الاخر بعد ما اتفطمنا من الرضاع يجي يقول لي الله يحتاج؟ بعد ما شبنا نقول الكلام ده؟ ده احنا اطفال، الاطفال لا تقبله. فهمت ازاي؟ فالمسألة واضحة. يعني انت مستفيغ الذكر بالاسم المجرد اذكر، غير مستفيغه لا تنهى عنه واسكت بس. هي ده الامر، الامان، خليك راجل في امان وما تتكلمش، ما تتكلمش في حاجة كبيرة متعلقة بربك وبحاله مع عباده. في انسان يعني انا شفت بعض الاولياء يعني عصرناهم، كان يقول لك انا ما اقدرش اقول لا اله الا الله، انا بشعر بظلمة في قلبي وانا بقول لا اله، ما استحملش الله بس. فما كانش يذكر الله ما يقدرش يقول لا اله الا الله. تصور يقول لي انا قعدت اقول لا اله الا الله 20 سنه، بعد كده ما اقدرش اقول الله. خلاص انت مالك بيه؟ هو بيقول كده انت هتطلعه ده ضلالي؟ حاجه غريبه قوي. دي اطوار، اطوار وترقي في احوال العباد مع ذكر ربهم سبحانه وتعالى. انت مالك بيهم؟ وبعدين عندهم ادله، وزي ما قلت لك الحكايه سهله. سيدنا بلال لما قال احد احد، سيدنا رسول الله قال له يا بلال، قعد يضربه كده ويقول. وهو سيدنا بلال كان في مقام الفناء، ما كانش دريان حتى بالعذاب اللي هو بيعذبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم يقول له السلام عليك يا بلال، يقول له احد احد، يعني مش دريان حتى، يعني حصل له حاجه اسمها الفناء، فكان فنى عن حاله وعن حسه، فما كانش حاسس حتى بالعذاب في جسده. كان يقول احد 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 احد، خلاص انتقل حتى من الوحدة الشهودية عند الصوفية اللي هو يرى كل الأفعال بفاعل واحد وكل الآثار أثر واحد وهو أثر القدرة، لم يرى حتى هذا، بل فنى من الأفعال إلى الصفات، ثم بعد ذلك تعامل مع الصفات أنها لذات موصوفة أحدية. واخد بالك ازاي؟ حتى فنى عن كل هذا فانتقل إلى الأحدية مش الوحدية، لأن الذي يعبد ويذكر بالواحدية يرى الأكوان مع المكون، والذي يعبد بالأحدية لا يرى الأكوان أصلا. فهمت المسألة؟ فهو سيدنا بلال كان ترقى إلى هذه الحالة، ربنا جذبه عشان ما يحسش بعناء العذاب، لأنه كان عذاب شديد، لو كان حس بيه كان يقف قلبه من شدة الألم. فربنا أراد له إن هو يحفظ عليه حياته، فبنجه بالعربي بلغة الجراحين، بقى واخد بنج كله وقاعدين يقطعوا فيه قطعوا فيه، خلاص بنج كله مش حاسس، عشان ربنا يحفظ عليه قلبه وحاله لحد ما يبقى مؤذن النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم، بعدها بسنوات طويله، وبعدين يموت حتى بعد وفاه النبي بسنوات طويله. فربك سبحانه وتعالى فعل في هذا الامر. يوم نبينا يعترض عليه، هيعترض عليه ليه؟ ده حاجه بين العبد وربه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله واحواله مع عباده. فالحكايه سهله، يعني المقصد ان الحكايه سهله. واخبرنا علي بن احمد بن عبدان قال حدثنا احمد بن عبيد قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابي عن حميد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله، لأن معلوم أن في آخر الزمان لما حينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويقتل الدجال، وبعدين بعد كده يخرج يأجوج ومأجوج يقتلوا اللي فتنوا بالدجال ويبهدلوهم ويطلعوا روحهم ويخلصونا منهم، وبعدين بعد كده ربنا يخلصنا من ايه؟ من يأجوج ومأجوج بعد ما يخلصونا من اللي فتنوا بالدجال بمرض يجيلهم في رقبتهم يسموه نغف، مرض كده غريب ما نعرفوش، ساعتها هنعرفه لو عشنا بقى ما شاء الله السلام، واخد بالك؟ يعني هيجيلهم وباء عام يصيب رقبتهم فيختنوا يموتوا بالملايين في لحظات كده ونخلص منه، وبعدين بعد كده ربنا يبعث طيور لا يعلم حجمها الا الله تمسك الجثث بتاعتهم بدعوة سيدنا عيسى عشان ربنا يطهر الارض من اجسادهم، لان هتبقى اوبئة بقى، شوف اجساد فوق اجساد بقى ميت، يبقى اوبئة وامراض، ومين هيدفن ايه ولا هتدفن ايه ولا ايه، فما حدش، فسيدنا عيسى يتوجه الى ربه فربنا يطهر الارض من اجسادهم عن طريق الطيور دي تروح شايلة اجسادهم ورميها حيث شاء الله، وبعدين الارض السماء تمطر عدة ايام طيل 40 يوم او شهرين زي ما يشاء ربك، في اخبار كثيرة في المسألة دي، لكن هتمطر السماء مدة طويلة لحد ما تطهر الارض من ايه؟ من اثار حربهم ومن اثار هرجهم ومرجهم، وبعدين سيدنا عيسى ابن مريم ينزل من على الجبال والمسلمين اللي كانوا معاه، وبعدين يعيشوا في الارض كيف شاء الله سبحانه وتعالى، وبعدين بعد كده ربنا يرسل ريح خفيفة تقبض قلب كل مؤمن بعد وفاة سيدنا عيسى بسنوات كمان، واخد بالك؟ لان هتظهر بقى كمان الدابة بعد وفاة سيدنا عيسى، مش كده برضو؟ هتظهر الدابة، وبعدين الشمس الاول تطلع من ايه؟ من مغربها، تشرق من مغربها، ضحى هذا اليوم تخرج الدابة، ضحى اليوم اللي تخرج فيه الشمس من المغرب، يعني المسلمين عادي مصلين الفجر وقاعدين يذكروا الله حتى شروق الشمس، وقاعدين صلوا الركعتين بتوعهم وطالعين من الجامع بيبصوا لقوا الشمس طالعه من المغرب، يا دي المصيبه، يوم كده فجاه كده، فهمت ازاي؟ فتبص تلاقي الضحى تبتدي ايه؟ الدبه تخرج بقى تعلم الناس، تعلم الناس، تعلم ده مؤمن ده كافر، وانغلق باب التوبه، وبعدين يعيشوا المسلمين المؤمنين فتره من الزمن لا يعلم قدرها الا الله، لدرجه ان يتعاملوا مع الكافر يقال للكافر يا كافر والمؤمن يا مؤمن، ما هو خلاص اتقفل الباب بقى، لا الكافر يعرف يغير، وربنا يختم للمؤمنين دول بالسعاده خلاص، فبعدين ربك في الاخر بعد كده بعد فتره الله اعلم زمنها قد ايه يبعث ريح خفيفه تقبض نفس كل مؤمن، واخد بالك؟ ويرفع بقى الكعبه تختفي الحجر الاسود والحاجات دي كلها، ويمكن من الكعبة ذي السويقتين يروح يكسرها ويهدمها وينتهك حرمة الكعبة، ويبقاش على الارض الا الكفار هم دول اللي تقوم عليهم الساعة، يبقى لا تقوم الساعة ويقال الله الله. قال الاستاذ والذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، زي ما قلت لك هو البداية وهو الوسط وهو النهاية، ذكر الله في كل حال بل هو العمدة في هذا الطريق، ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام الذكر، والذكر على ضربين يعني على نوعين، ذكر اللسان وذكر القلب، فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب، لأن تملي مشايخنا كانوا يقولوا لنا إيه؟ الذي تكرر يتقرر، كل ما تكرر بلسانك الحاجة تتقرر في القلب، كلما تكرر تقرر، يبقى الأول كاف بعد كده يبقى قاف، فهمت إزاي؟ يبقى التكرار موضعه اللسان والقرار موضعه القلب، وعلشان كده كانوا إيه أيام ما كنا نقعد نحفظ القرآن ونشتكي للشيخ إننا بننسى، يقول لك يا ابني كرره حتى يتقرر، ويتكرر حتى يتقرر، فكده فعلشان كده تبدأ بالذكر اللساني كثيرا حتى يستقر في القلب، فيبتدي القلب يذكر مع اللسان، وبعد كده حتى اللسان وهو ساكت تلاقي القلب بيذكر، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي، ادي المعنى اللي قايله الشاعر، ما هو يقصد كده بيفكر في ربه، هو بيتكلم على الذكر القلبي، لكن الناس فهمت انه بيتكلموا على بنت الجيران، ابدا،
فبيتكلم على ربه، والشعر مقصده كده، وحتى الأغنية مقصدها كده برضه، لكن علشان الناس في غفلة فافتكروا انه بيتكلم على بنت الجيران وعلى المحبوبة البنت الحلوة والكلام ده. ابدا، المعشوق المحبوب هو الله. فهو بيتكلم على ترقيه في حال الذكر، بدأ باللسان ثم ذكر القلب معه، ثم سكت اللسان فوجد نفسه بيفكر فيه وهو ناسي، يعني صار قلبه طبعه الذكر، طبعه الذكر لا يغفى اللحظة. فهمت المسألة؟ فهي بتبتدي بالمراحل. أفضل مراتبها من حيث الثواب، من حيث الثواب علشان تعدد الجوارح، لكن من حيث الوصول بتجد في بعض الأولياء يصلوا إلى مقام تلاقيه حتى وهو نايم ليس غافل عن ذكر الله، فيبقى ده مقام. يبقى ذكر القلب الدائم ده مقام، وذكر اللسان وذكر القلب معا ده سلوك، واخد بالك؟ يبقى المقام ده فيه نوع من الوهم، وهبي من الله يعطيه لمن داوم الذكر. يبقى الذكر انت تكتسبه من كسبك، يعني تحاول تكافح نفسك وتذكر حتى يمن الله عليك انه ينقلك، بقى هو اللي هينقلك، فاذا نقلك خلاص بقى. ذكر اللسان وذكر القلب، فذكر اللسان به يصل العبد الى استدامة ذكر القلب، والتأثير لذكر القلب، التأثير الحقيقي هو لذكر القلب. فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه، عشان كده لك سلوك، خدت بال حضرتك؟ سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق، لأن إحنا عندنا حاجة اسمها سلوك وفي حاجة اسمها وصول وفي حاجة اسمها جذب عند الصوفية كده. سلوك اللي هو اجتهاد العبد في طريقه إلى الله، اللي هو قيامه بالتكاليف والآداب، واخد بالك؟ في حال الفرق، في حال مجاهدته لنفسه، فإذا وصل ترك نفسه ووصل إلى الله، لأنه مش هيصل لنفسه، يصل إلى الله بالله. فإذا وصل إلى هذا الأمر، والوصول هنا مش وصول قطع مسافات، المسألة مش مسافات، قطع حبب النفس، لأن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلولا ما يدين القلوب ما كان هناك أصلا مجاهدات، واخد بال حضرتك؟ فإذا وصل إلى كمال المعرفة وزال حجاب الأغيار عن قلبه، وجد أن الله مذكور في كل لحظة، مع كل دقة قلب، مع كل رمشة عين، مع كل نفس، بل في أثناء النفس الله لا يغيب أبدا، واخد بالك إزاي؟ فيبتدي يبقى هنا وصل إلى دوام المعرفة، يبقى في الحالة دي اسمه الوصول. إذا وصل إلى هذا دون المرور بمرحلة السلوك يسموه مجذوب، بيسموه مجذوب، يعني ربك جذبه اليه بغير جهد منه. طب وليه ربنا جعل في الاولياء بعض المجاذيب؟ علشان لا يظن السالك انه وصل باجتهاده، بل بمحض فضل الله. فتفتكرش انك انت باجتهادك وصلت، طب ما غيرك هو ما عملش حاجه ووصل برضه، عشان تعرف انك مش هتوصل الا برحمه ربك، بنعمه الله سبحانه وتعالى، فلا تغتر بعملك ولا تعتمد الا على الله. فيبقى جعل المجذوب ايه للمجتهد. فهمت المسألة؟ لكن على ألا تقتدي به، على ألا تقتدي به، لأنه هو لم يسلك الطريق فيتوهك، لو اقتديت به يتوهك. فالمجذوب تستفيد بدعواته، واخد بالك، وتعرف منه انك انت لم تصل بعملك، لكن لابد ان تلتزم بالعمل. ادي المسألة. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول الذكر منشور الولاية. ايوه، جذب. ثلاث احوال. الذكر منشور الولاية. عارف منشور الولاية لما يتبعت لك كده جواب كده من رئاسة الجمهورية بيعينوك رئيس وزارة، ده اسمه المنشور. فهمت ازاي؟ يبقى المنشور ده اللي هو التعيين، يعني قرار التعيين، فقرار تعيينك ولي هو الذكر. فالذكر منشور الولاية، فتملي الاولياء تلاقيهم ذاكرين، ما تلاقيش ولي مش ذاكر، لازم يبقى ذاكر. فمن وفق للذكر فقد اعطي المنشور، ومن سلب الذكر فقد عزل. يبقى معهوش المنشور، معهوش قرار التعيين، خلاص اتسلب منه. وقيل ان الشبلي كان في ابتداء امره
ينزل كل يوم سربا، يعني في مكان كده سرب، يعني مكان كده منعزل، يعني في اول امره، يعني في اول سلوكه، في اول الارادة، يسموها الارادة او السلوك في الاول. ويحمل مع نفسه حزمة من القضبان، حزمة كده بضم الحاء، لكن المصريين يقول لك حزمة تمشي، لكن باللغة العامية يعني شوية ايه، ياخد لبشة كده، شوية ايه عصيان، علشان ليه؟ عشان كل ما يجي يغفل يروح ضارب نفسه، علشان ايه؟ يأدب نفسه، تقوم ايه؟ يبقى منتبه في الذكر على طول. فكان اذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك الخشب حتى يكسرها على نفسه، فربما كانت الحزمة تفنى قبل ان يمسي، فكان يضرب بيديه ورجليه على الحائط. طبعا لو شفت انت واحد بيعمل كده تقول للراجل اتجنن، لكن هو كان بيهذب نفسه بطريقة وجد انها تناسبه. انت لما تيجي تقعد تذاكر، في ناس لما تحب تذاكر قبل الامتحان تلاقيه رايح جاي ذاكر رايح جاي رايح جاي، واحد تاني قاعد في اوضه لوحده كده وساكت ويبص بس بعينه، واحد تاني يقعد يكتب، واحد تاني يقعد يهز نفسه كده، واحد يعمل كده اهو، كل واحد بيذاكر بطريقه اللي هو ايه بيجد نفسه فيها مركز. فهمت ازاي؟ كل واحد كده. فلما تيجي تلاقي واحد دخلت في اوضه لقيت واحد بيذاكر قاعد بيكلم نفسه، مش هتقول عليه اتجنن. طب اشمعنى بقى ما تلاقيه بيذكر ربه بتقول عليه اتجنن؟ ما بيذكر ربه بالطريقه اللي يجد نفسه فيها حاضر مع رب. لكن علشان الناس غلب عليها الغفله وغلب عليها ذكر الدنيا، فلو كان بيذاكر للامتحان ما تقولش عليه حاجه، لكن لو بيذاكر لربه تقول عليه راجل اتجنن، ما يجراش حاجه. او الرسول برضه قال اذكر الله حتى يقال انك مجنون. الله الله، مش كده الحديث كده؟ وقيل ذكر الله بالقلب سيف المريدين، به يقاتلون اعداءه، اللي هي النفس والهوى والشيطان. الذكر ده سيف تقتل به نفسك وتقتل به، لان اصل ايه؟ النفس هواها ان هي اللي تذكر، فلما تترك ذكرها وتذكر غيرها بتقتلها. فهمت ازاي؟ فيبقى الذكر هنا يقتل النفس، ذكر الله يقتل النفس، لان النفس عايزه تبقى رب، عايزه تبقى اله. عليكم السلام. ذكر اهلا وسهلا. اللي بيحضر عند الدكتور حسن يا جماعه يتوكل على الله. وقيل ذكر الله بالقلب سيف المريدين، به يقاتلون اعداءهم وبه يدفعون الافات التي تقصدهم. الافات منها الغفله، منها اعتراض الشيطان للذاكرين، بالذات العباد في اول امرهم يجي لهم الشيطان باشياء كده تلخبطهم. وان البلاء اذا اضل العبد فاذا فزع بقلبه الى الله يحيد عنه في الحال كل ما يكرهه. يبقى طول ما انت بتذكر ربك تبقى مستعين بالله، مستعيذ بالله، في حصن الله، يبقى في الحاله دي تبقى انت في الامان. وسئل الواسطي عن الذكر فقال الخروج من ميدان الغفله الى فضاء المشاهده على غلبه الخوف وشده الحب له. ايه هو الذكر؟ قال الخروج من ميدان الغفله، الغفلة عما سوى الله، يعني الى فضاء المشاهدة. عندهم المشاهدة مش المشاهدة العينية، عند الصوفية يقول لك المشاهدة يعني المعرفة، المعرفة مش العين البصر، عين البصيرة. الى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف، اي الخوف من الله، وشدة الحب له، يعني مع كمال الرجاء فيه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت عبد الله بن الحسين يقول، سمعت ابا محمد البلادري يقول، سمعت عبد الرحمن بن بكر يقول، سمعت ذنون المصري يقول، من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء. يبقى اللي بيذكر على الحقيقة ينسى كل شيء، حتى نفسه، حتى نفسه. سيدنا عبد الله بن الزبير لما جات له غرغرينة في رجله، وعروة، سيدنا عروة بن الزبير اخو سيدنا عبد الله ابن الزبير، قالوا غرارينا في رجله، قالوا له لازم نقطعها، ما كانش عندهم بنجي يعني، وكان الحالات اللي زي دي يشربوهم خمره لما يسكر طينة لحد ما يبقى مش دريان بحاجه، وبعدين يعملوا العمليه، يا فاء بقى يا مات. وساعات نفس الخمره تموته، كان زمان الجراحه بطريقه وحشه يعني.
فعرضوا عليه الامر، قال لا الخمر دي احنا ما نشربش، احنا بتوع خمرة، احنا الناس اتباع النبي ياخدوا خمرة، ما هو الى شفاء امتي دي محرمة عليه. فقال ولكن اتركوني اصلي، فاذا سجدت فافعلوا ما شئت. فلما سجد قطعوا رجله وعملوها حسموها بالنار، يعني وقفوا الناس في بالنار، بيقول لك لم يهتز. يبقى ده حال بقى ايه سيدنا عروة بن الزبير، معروفة قصته دي. اصل تيجي تقول للناس ان في من الصوفية بيحصل كده، يقول الصحابة ما حصل لهمش. طب الصحابة حصل لهم اكتر، بس هو ما قراش، هو ما قراش، هو لو قرأ يعرف ان الصحابة حصل لهم اكتر، لكن الصحابة كانوا مشغولين بتعليم الناس الدين وبالجهاد في سبيل الله والفتوحات، ما كانوش فاضيين يتكلموا على انفسهم وعلى وجدانيتهم. لكن بعد 200 سنة استقرت الدولة الاسلامية والفتوحات استقرت والامور هدأت، فابتدى الاولياء يتكلموا على وجدانيتهم، فابتدوا يدونوا هذه العلوم بس. لكن الصحابة حصل لهم، بس ما كانوش فاضيين يدونوا ولا فاضيين يتكلموا، لان مشغول باكتر من كده، مشغول باهم من هذا. فكون الصحابة ما اتكلموش مش معنى كده ان ما حصل لهمش، لا حصل لهم واكتر. فعشان كده بيقول من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله تعالى عليه كل شيء، وكان له عوضا عن كل شيء. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ لا شيء. الإجابة في الحالتين لا شيء. وسمعته يقول، سمعت عبد الله المعلم يقول، سمعت أحمد المسجدي يقول، سئل أبو عثمان فقيل لو نحن نذكر الله تعالى ولا نجد في قلوبنا حلاوة. يقول له احنا قاعدين نذكر ربنا يا عم الشيخ ولا لاقيين الحلاوه اللي انت بتقول عليها دي. فقال احمدوا الله، احمدوا الله تعالى على ان زين جارحه من جوارحكم بطاعته. وفي الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن شكرتم لازيدنكم، يعني هو بيقول لهم احمد ربك على انك انت بتذكره اصلا بلسانك، غيرك ما بيذكروش حتى باللسان، فاذا حمدته زادك فدع لك تذكره بقلبك. هذه معنى كلام الشيخ. ولولا، على فكرة، ولولا وارد من الله ما كان ورد من العبد. يعني حتى لو بتذكر وقلبك مش حاضر، اعرف ان الذكر باللسان ده وارد من الله، لان بقدرتي اصل لا حول ولا قوة الا بالله، موت المسألة كده. فكون الله سبحانه وتعالى اجرى ذكره على لسانك مع غفلة قلبك دليل انه هناك وارد بينك وبينه، وان الله سبحانه وتعالى يورد اليك الانوار التي بها تحرك لسانك بذكر. فان شكرت ذلك واستمرت على ذلك زادت، ولئن شكرتم لازيدنكم. فيقوم يحضر قلبك مع الذكر، وبعد ما يحضر قلبك مع الذكر يغيب حتى عما سوى المذكور، عما سوى المذكور يغيب. وبعدين بعد كده يفنى، مش يغيب بقى، يفنى، فلا يرى نفسه اصلا ولا يرى شيء. وبعد كده يرد تاني بكسوة الانوار، فيصير ذاكرا بالسجية، يبقى ذاكر حتى لو حاول ينسى او يغفل ما يعرفش، ما يعرفش يغفل. يبقى الذكر بيلهم به كما تلهم انت النفس، فهمت؟ هي كلها درجات بقى. وفي الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فقيل له وما رياض الجنة؟ فقال حلق الذكر. يبقى ربنا جعل لنا جنة برضه في الدنيا قبل الآخرة، جنة في الدنيا روضة نبينا ربنا يجمعنا فيه. مش الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ يبقى طول ما انت قاعد في روضة نبينا انت قاعد في الجنة. وبعدين ايه تاني غير روضة نبينا؟ حلق الذكر. حلق الذكر هذه روضة تانية. وبعد ما تموت قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وقبر الكافر حفرة من حفر النار. يبقى رياض الجنة موجودة، لكن شوف بقى نبينا، لان نبينا اكرم الخلق، كل مؤمن مهما كان من بلغ من الصلاح ما بلغ، قبره روضة على قده، من رياض الجنة على قده هو. لكن شوف نبينا عمل روضة جنبيه جنب قبره قد ايه عشان ياخد امته في حضنه، فده لكمال كرمه حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فروضة نبينا تلاقيها متسعة لأمتي كلها، كل الأمة تروح تقعد فيها شوية وتيجي، كل الأمة تروح تقعد فيها شوية وتيجي.
لكن انت تعرف تدخل روضة مؤمن تاني، هو قبره محصور على روضة على قد، لكن قبر روضة نبينا اول فايل تشمل كل الأمة، يعني على جميع المأساة حتى العصاة يدخلوه. يبقى الواحد جاي ملطخ بجميع المعاصي ويدفع له قرشين ويطلع عمره، يروح واخده النبي في حضنه وقعده في روضته. ايه الكرم ده؟ مفيش اكرم من كده صلى الله عليه وسلم. ربنا يجمعنا هناك. اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها. فقيل له وما رياض الجنة؟ فقال حلق الذكر. والرفع هنا معناه الاكل، بس يوصف على الدواب على الحيوانات، يعني يقول لك رفع يعني اكل من الكلأ المباح يعني. فارتعوا فيها لان غذاء القلب الذكر، كما ان غذاء البدن الطعام، فغذاء الروح الذكر. فقال لك ارتعوا بقى فيها يعني غذي روحك واكلها، لان طعام الروح الذكر زي طعام البدن كده. فلو تركت الذكر تضعف الروحانية فيك، واذا تركت الطعام يضعف البدن فيك. وعلشان كده حاول تقوي بقى ايه روحك بكثرة الذكر والجلوس في حلق الذكر. وحلق هو دليل ان حلقات ايه؟ حلق. النبي بيقول حلق. تيجي تتحلق في الجامع يجي لك الجماعة ايام يقول لك بدعة، انتوا قاعدين ليه كده؟ ما حصلش. طب ما النبي بيقول حلق الذكر، مش ويقول لك الملائكة تحفهم بأجنحتين، تحفهم يعني حلقة واضحة يعني الحكاية. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مسجده وجد حلقة ذكر وحلقة علم، يبقى كان الصحابة بتتحلق اهو ايام النبي. امال بيقولوا ليه اللي بيتحلقوا الايام دي بيعملوا بدع؟ مش عارف قالوا الكلام ده ازاي. فجلس النبي مع حلقة العلم وترك حلقة الذكر وقال بعثت معلما. ليه؟ لان اللي بيتعلم لسه بيزرع، واللي بيذكر بيحصد، واللي بيزرع ضعيف عايز المعونة، فالنبي يقعد مع اللي عايز المعونة. لان النبي رحمة، دول بيحصدوا خلاص وبيأكلوا. الذكر الثمر، ثمرة العلم الذكر، والتانيين لسه بيكافحوا عايزين يوصلوا، فالنبي يقعد مع اللي بيكافح لحد ما يوصل. فكونه جلس مع حلقة العلم مش معناه ان هو انكر حلقة الذكر، بل ايد حلقة الذكر ونظر الى الحلقتين فجلس في اضعفهما. لان انت وانت في بدايتك بتبتدئ بالعلم، ولما بتنتهي بتنتهي للذكر. يبقى لما بتقوى بتقوى للذكر، لما بيشتد سعيدك بعد العلم الثاني بتذكر، مش كده برضو؟ طيب يبقى النبي يقعد مع مين؟ مع الضعيف ولا مع القوي؟ مع الضعيف، عشان ياخد بايده. يبقى الصحابه كانت بتتحلق، الصحابة كانت بتحلق في حال النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة الحكاية، واضحة خالص، أدلة كثيرة. لكن تقول لهم ايه؟ أخبرنا أبو الحسن علي بن بشر ببغداد قال حدثنا أبو علي بن صفوان قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن عبد الله أن خالد بن عبد الله بن صفوان أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فاعرف بقى انت راضي عن ربك يبقى راضي عنك. طول النهار بتقول جت منيلة في حظنا الهداد يبقى غضبان عليك. ما انا طول كده انت راضي ولا ساخط؟ من سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا. يعني المسألة فالحكاية سهلة. ايوه لا كثرة الفضائل يعني اصل الروض فيه ثمار عديدة، فكأن الذكر ده ثمرات عديدة وطعوم عديدة متعددة، لان الذكر الوانه كثيرة، قد يكون بالتسبيح وبالتهليل وبالتحميد، وقد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بقراءة القرآن، قد يكون حتى بطلب العلم الشرعي الذي يوصل الى الله.
كل ده برضو ذكر. يعني وانت الوقت في مرحلة طلب العلم ما انت برضو بتذكر، بل كل امر تفعله ابتغاء وجه الله انت في ذكر. يعني اذا ذهبت تعود مريض تبقى في ذكر الله، اذا ذهبت تصل رحمك انت في ذكر الله، اذا خرجت تبتغي الرزق الحلال وتسعى في الارض مع كمال الرضا والقناعة بما اعطاك الله بدون الحرص ولا التشوف للدنيا تبقى في ذكر، اذا خرجت تتقن صنعتك ليستفيد بها المسلمين تبقى في ذكر. بس العبرة بالنية. فيبقى الانسان مع الله في كل لحظة وفي كل حال على طول كده ماشي في ذكر الله على طول. حتى لو نمت على انك انت بتنام شوية في السرية عشان تقوم تكمل قرآنك تكمل عبادتك تكمل ما اقامك الله فيه، واخد بالك؟ تبقى انت نومك ده برضو ذكر، وهكذا. يبقى انت في ذكر الله على طول، حتى لو اكلت بنية التقوي على طاعة الله وبنية القيام بحقوق العبودية، لان الله امرك ان تأكل وتحافظ على جسدك وقال لا تلقوا بايديكم للتهلكة، لا لمجرد التلذذ فقط بل لمجرد رؤية نعمة الله عليك والظهور بمظهر العبودية كما كان النبي يقول اكل كما يأكل العبد واشرب كما يشرب العبد صلى الله عليه وسلم. ولو اراد النبي ان يكون يأكله مع كل شراب يشربه، مع كل نومة ينامه، مع كل عجز يشعر به، حتى يغطي الله بقدرته وبعزته وبعطائه، فهو في دوام الفقر الى الله. فاذا كل حالك تلاقي نفسك ذكر. فالحكاية مش مسألة يعني لسان شغال، لا، كل احوالك حتى وانت جالس بعد العشاء تداعب زوجتك كده وتشوف اخبارها ايه، عملت ايه مع العيال، وتقول لها كلمة حلوة وهي طول النهار طهقانة مع العيال وتعبانة وانت سايبها بتلف في الدنيا، بدل ما ترجع تزعق لها وتبقى انت والدنيا عليها، واخد بالك؟ تقول لها كلمة حلوة كده وتطيب خاطرها تبقى في ذكر، واخد بالك؟ وهذا ليه؟ لان حسن المعاملة مطلوبة، ربنا قال وعاشرهن بالمعروف. يبقى وهكذا تجد المسلم في احواله كلها في ذكر، في ذكر على طول دائم. لكن ليه اللي ربنا لون عليك انواع الذكر، لونها عليك خلاها انواع كتيرة؟ لانه علم انك ملول، لو خلاك نوع واحد هتمل، لكن الملائكة ما عندهمش الملل ده، واخد بالك؟ وهم لا يسأمون يعني ما يملوش. فتلاقي الملائكة من منذ ان خلقه الله الى ان تقوم الساعة على ذكر واحد، ده يقول الحمد لله بس ما يقولش غيرها، ده يقول سبحان الله ما يقولش غيرها، ده لا اله ما يقولش غيرها، ولا ينتقل الى غيرها، وده ساجد على طول ما يقومش، وده ركع على طول ما يتحركش، وده واقف على طول ما يقعدش. لكن لو ربنا خلاك كده تمل انت كبني ادم، تمل تزهق، ده انت حتى لو اكلت واحد حمام كل يوم هو كل يوم حمام، ده لطبيعة الانسان ملوك خلقته كده. يعني حتى لو جبت له احلى حاجة، لو احلى حاجة وتكررت يقول لك يا اخي عايز حاجة حرشة بقى، عايزين فسيخ، عايزين حاجة حادقة، مش كده برضه؟ يعني طبيعة الانسان ملول. فلما علم انك ملول لون عليك الذكر لتكون طائعا له في كل يومك من رحمات. يعني قاعد اقرا قران، تعبت شويه من قراءه القران، اروح قافل واطلب في التليفون، يبقى بروح عن نفسي واسال على اختي، يبقى بصل رحمه. وبعدين بعد كده اروح نازل اتمشى شويه وازور جاري المريض، يبقى بتفتح وبذكر ربنا، بغير منظر، يبقى انا ذاكر في كل حاجه. بدل ما انا افضل قاعد كده لما رجلي تنمل وركبي تبوظ وازهق واتعب وانا، لا، يوم ربك مليت من العباده دي اتركها لعباده ثانيه، زهقت من دي اترك العباده الثالثه. تلاقي نفسك العبادات بتتلون عليك وانت كده بتتنزه، واخد بالك؟ ومع الله في كل شيء. علمت ان مرادك مني ان تتعرف علي في كل شيء حتى لا اجالك في شيء. فهمت المساله؟ وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمدا الفراء يقول، سمعت الشبلي يقول، اليس الله تعالى يقول، اليس الله تعالى يقول انا جليس من ذكرني؟ يا والله لو انت شعرت بدي، ولو اي انسان شعر بدي لا يتجذب، لا مخه يطير منه من شوقه الى ربه. ده ربك يبقى جليسك يا، ده انت تصور انت بتفتح بيتك كده لقيت حسني مبارك جاي يزور، وكل عربيات رئاسة الجمهورية واقفة على راس الحارة بتاعتك، ايه ده؟ ده انت هتبقى بقى ايه في الشارع محدش يقدر يكلمك،
احنا رئيس الجمهوريه بيزورنا يا عم، احنا بقينا ايه؟ محدش يقدر يكلمك. شوف بقى تبقى منفوخه اي نفخه، نفخه كبيره ولا مش نفخه ولا مش كبيره، انت نفخه كبيره. تصور بقى ان ربك بيقول انا جليس ربك، يا والله لو فهمناها ما نعرف نقوم، والله ما هنقوم النهارده. لكن اهو ربنا مغطي علينا الحكايه دي بقسوه قلوبنا علشان يصلح معاشنا برحمته. بس يعني حتى ربنا لما اداك قلب قاسي شويه غافل شويه اداهولك عشان يصلح حالك بدل ما يخطفك من نفسك، هو برضه يريد صلاحك سبحانه وتعالى لانه رحمه كبيره يريد ان يرحمك. انا جليس من ذكراني، ما الذي استفدتم من مجالسه الحق سبحانه؟ يعني انت استفدت ايه؟ ادي معنى الكلام، طالما ذكرت الله وربنا كان جليسك لابد ان جليسك ده يجيلك بهديه، ولا هيدخل عليك بايده فاضيه؟ لازم هيجيلك بهديه، فيبقى لابد ان ياتيك وارد من الله مع كل ذكر. هذا الوارد النوراني هو ده اللي هيفيدك، شعورك بلذه الذكر، بالسكينه، بالراحه، بالطمانينه، بالترقي في العباده، كل الحاجات دي وارد من الله، هدايا بيديها لك. كون الله سبحانه وتعالى اختارك دون سائر عباده وخلاك تذكره وسايب العالم الثانية في غفلة، دي نعمة كبيرة، دي في حد ذاتها عايز تحمده عليها ليل نهار، ومش هتكفيه برضه. وسمعته يقول، سمعت عبد الله بن موسى السلمي يقول، سمعت الشبلي ينشد في مجلسه، ذكرتك لأني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني. اسهل حاجه ان انا اذكر باللسان، لكن هو انا لما بقول بلساني معناه ان انا نسيتك؟ انا ما نسيتكش ابدا. ذكرتك لا اني نسيتك لمحه، وايسر ما في الذكر ذكر لساني، وكدت بلا وجد اموت من الهوى. يعني من غير ما ياخدني وجد الذكر هموت من الشوق، فما بالك لما ياخدني الوجد هعمل ايه؟ وكدت بلا وجد اموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان. فما بالك بقى لو انا بقى خدني الوجد كمان، اذا كنت انا قلبي بيدق شوق ومن غير وجد وانا دايب دوب في 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 هواك يا الله، فما بالك بقى لو اخذني الوجد؟ يعني ما زلت في الوجود واشعر بهذا، فما بالك بالوجد؟ في الوجد والوجود، الوجد اللي هو الفناء والوجود اللي هو ايه؟ البقاء. فهمت ازاي؟ فلما رآني الوجد انك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان. الله، طبعا شهدتك موجودا بكل مكان، لان كل الاماكن دي فعل الله، وفعل الله اثر صفات الله، والصفات اثر الذات، فيبقى الفاعل واحد، يبقى الله في كل مكان اهو. الله هو الفاعل في كل مكان، هو في غيره؟ هو في غيره؟ متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ هل تكون الاكوان التي هي مفتقره اليك تدل عليك؟ سبحانك لا يحببك شيء بل نحن المحبوبين عنك. وكان من شدة ظهوره الخفاء سبحانه وتعالى، فهو الظاهر وحجابه شدة الظهور، وهو باطن وحجابه شدة غفلة النفوس، لكن هو أقرب إليك منك. فهمت بقى المسألة؟ ما بيفهموش الكلام، يقول لك ربنا في كل مكان. ايوه يا سيدي في كل مكان، مش المعنى الحنا حلول، مش معنى انتقال، مش معنى انتقال، لا هو انتقال ولا حلول ولا اتحاد ولا حاجات من دي خالص، ده معنى رؤية شهودية ان الفاعل هو الله، ان كل ما في الاكوان هو اثر صفات الله واثر افعاله. يبقى الله في كل مكان، هل في الكون ذرة الا بفعل الله؟ وهل فعل الله منفصل عن صفاته؟ وهل صفات الله منفصل عن ذاته؟ فلا انفصال ولا اتصال ولا حلول ولا اتحاد، ولكن هي نظرة شمولية للأمور. فأينما تولوا فثم وجه الله، ربك بيقول كده. ما هو بيقول نفس معنى الآية. معترض أنت ليه عليه؟ معترض عليه ليه يا وهابي؟ إذا كان هو بيقول نفس معنى الآية، فأينما تولوا فثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم. بيقول القرآن أهو، بتعترض على القرآن؟ فهمت معناهم؟ حاضر.
احنا احنا هو بيفهم اصله هو مخه ضعيف. ليه؟ لانه متصور ان لما نقول موجود في كل مكان انه حل بذاته، فاحنا ما بنقولش الحلول، احنا ما بنقولش بالحلول اصلا، لان الحلول معناه الانتقال، والانتقال معناه الحدوث، والله قديم ليس بحاد دائم ده. يبقى احنا بنتكلم على اثر الصفات سهله بس. هو انت دلوقتي لما يبقى في صوره في المراه، انت حليت في المراه، طب امال ايه الصوره دي الاثر بتاعها؟ طب لو المراه اتكسرت انت جرى لك حاجه؟ حاجه غريبه قوي. فالاكوان ما هي مراه الا مراه للافعال والصفات، الاكوان ما هي الا مراه لافعال الله وصفاته. فكلما كانت المراه مثقوله كامله كلما كان الانعكاس فيها كامل، فكانت مراه النبي اكمل المرائي، فانعكس الله فيها بكل صفاته على اكمل وجه. ولذا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. واضح بغير انتقال ولا حلول ولا حدوث، لان الله لا ينتقل، افهم، بغير اتصال ولا انفصال ولا انتقال ولا حلول ولا اتحاد، افهم سهلة. وربنا ما كلمنا كده في القرآن، ما قال وهو معكم اينما كنت، ما قال فاينما تولوا فثم وجه الله، قال وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ما قال كده في القرآن، ولا احنا بنجيب كلام من عندنا؟ ما فيش كلام من عندنا، كله كلام من عند الله. اي يا شيخ هم بيقولوا الذات من العرش، احنا قلنا الكلام ده بقى، انت ليه بقى بتعيد وتزيد؟ ده العرش نفسه متبرئ منه، ده العرش نفسه يقول استغفر الله من الكلام ده. الله، بكل شيء محيط. العرش ده مش محيط، مش شيء، العرش شيء ولا مش شيء؟ وربنا بيقول بكل شيء محيط. لا، هو يخلي لك العرش على قدر الذات. ازاي كده؟ ازاي كده؟ يبقى يعني محتاج العرش؟ الله يحتاج للعرش؟ الله قاهر فوق عباده، والعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يا من استوى برحمانيته على عرشه، فصار العرش غيبا في رحمانيته، كما صارت الاكوان غيبا في عرشه، محقت الاثار بالاثار، ومحقت الانوار بمحيطات افلاك الانوار. دي الحكايه كبيره قوي، انت مش واخد بالك. لا حول ولا قوه الا فلما رآني الوجد أنك حاضري شهدتك موجودا بكل مكان، فخطبت موجودا بغير تكلم، ولاحظت معلوما بغير عياني. يبقى لا اتصال ولا انفصال ولا شعاع ولا جهة ولا حاجة خالص. أدي كلامهم، هو ده عين التوحيد. ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت، يعني ملوش وقت معين، بل ما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله، إما فرضا أو ندا، الا طبعا في احوال معينه عند قضاء الحاجه او الجماع وعند سماع الخطبه، بس ذكر القلب مستمر لعلمك يعني، لكن الحاجات دي ذكر اللسان هو اللي ايه منهي عنه، يعني عند قضاء الحاجه او الجماع لا يليق انك انت تذكر الله، وكذا عند سماع الخطبه والصلاه، وان كانت اشرف العبادات فقد لا تجوز في بعض الاوقات، يعني في اوقات مكروهه فيها الصلاه، لكن الذكر كل لحظه. والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. اهو يا ايه ده الشيخ ما شاء الله، يعني مستدام لنا حاجة، دي كرامة للاولياء، انه هو ربنا يجري في قلبك ما سوف يقوله هو، والعلاقة بينك وبينه 700 سنة و 800 سنة ميت بقى. شوف دي كرامات ليهم بعد وفاتهم، يعني ساعات الواحد كده يقعد يقرا للاولياء ويخطر في بالك معنى، تبص تلاقيه قايله لك في السطر اللي بعده، كانه هو بيقرا جواك. ايه ده؟ دي كرامات ليهم عجيبه، والله الواحد بيلاحظ كراماتهم دي في وسط كلامهم. رضي الله عنه ونفعنا الله باسراره. قل قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في كل حال تيجي يجي يذكر ربه، يجي يذكر ربه من قيام يقول له لا اقعد، لو قعد يقول له ليه بتتهز، لو اتهز يقول له ما تذكرش ربنا. الله، امال ايه؟ بس اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه طيب؟ حاجه غريبه الشكل. طب ما انت في الصلاه يا سيدي مش ذكر، الصلاه دي مش ذكر؟ بتذاكر واقف وراكع وساجد ومتحرك، يعني بتقول الله اكبر تكبيرات الانتقال دي، يعني حل الحركه. يبقى الذكر حل الحركه اهو، وارد في الصلاه، بس يقول لك ما وردش عن النبي، ورد في الصلاه. حاجه غريبه قوي، هي الصلاه دي مش وارده عن النبي؟ صلوا كما رايتموني اصلي.
هو تكبيرات الانتقال دي، التكبيرات الانتقاليه دي مش دي ذكر مع الحركه؟ يبقى الذكر مع الحركه وارد عن النبي اهو. حاجه غريبه الشكل، كانهم مش فاهمين حاجه. نسي ناس. طب ما هو بيصلي عارف بقى على طريقتهم دي هيعترض برضه عليا وانا بقول الله اكبر ونازل. طب ما هو انت بتاخد من الفرد النافله، ما هو في كل نافله صوره من فردها، كل نافله صوره من فردها. يعني انا ما بصلي سنه الظهر مش صوره من فرد الصبح ركعتين، او لو بصليها رباعيه مش صوره من صلاه الظهر، ودي نافله. يبقى كل نافله صوره من فردها، واذا كان ذكر الله نافله فهو صوره من فرده، فالحكايه سهله. وبعدين الاعتراض على ان الانسان يتحرك نفسه بالعافيه يعني بتكلف، هو ده الاعتراض. يعني لو واحد يتكلف الحركه انا معاك كده، ده ما في ايه يعني واحد يتكلف دي وحشه، لان هو معانا من المتكلفين. النبي ما كانش متكلف ولا حد يبقى متكلف، والاسلام ضد التكلف. سيب نفسك بطبيعتك، سيب نفسك بسليتك، جت الحركه بسليتها كده بطبيعتها خير وبركه، ما جاتش ما تتكلفهاش يا اخي، فهمت المعنى؟ بس لكن انت ما تتكلفش عدم الحركه اذا طلب جسمك انه يتحرك بسبب الذكر، فهمت بقى المساله؟ يبقى التكلف هو اللي مش مطلوب، التكلف. طيب يقول لك ما هم بيتكلفوا، انت دخلت قلوبهم؟ حاجه غريبه قوي. يقول لك اصل هم بيتكلفوا، لا انت اللي بتتكلف، هم ما بيتكلفوش. العيب فيك انت، لان انت ما دخلتش قلوبهم يا سيدي، ويمكن هم مش متكلفين. والتمس العذر لاخيك، صح ولا لا؟ ايه المانع يعني؟ ما فيش ما يمنع ان يذكر من حركه، ولا يذكر من سكون، ولا يذكر من جهر، ولا يذكر من سر، ولا يذكر بالقلب، ما فيش ما يمنع ولا الزام في اي صوره من الصور. يعني اذكر حيث وجدت قلبك. ربنا فتحها لك يا ابني، فتحها لك عشان تذكره على كل حال. وجد نشاط تقول بالجهر اجهر. الحنجره بتاعتك تعبانه ومصدع قوله في السر. تعبان حتى انك تجري لسانك قول بالقلب. تعبان خالص وانت تذكره وانت قاعد ورجلك نملت تذكره من قيام ووقف. تعبت ظهرك وجعك اركع شويه وريح ظهرك واذكر. تعبت خالص نام واذكر. يبقى اذكر على كل حال. الاعتراض انهم اتهموا الناس انهم متكلفين. اتهموا الناس انهم في تكلف. ايه يعني؟ ما يجراش حاجة، هم بيجدوا نفسهم على هذا، انت لا تجد نفسك، سيبهم وامشي بس. صح ولا لا؟ سيبهم وامشي. انما انت الوقت عايز تخلي كل الناس على طبع واحد في الذكر. ايوه الصحابة كانت تعمل براحتها، كل واحد براحته. اللي وارد عن النبي انه ما كانش يمنع حد من ذكر الله. ده اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يرد ان النبي دخل وجد واحد يذكر الله على اي هيئه من الهيئات وقال له ما تعملش كده، هات لي حديث واحد. ما حديش. يبقى مطلوب انك انت تذكر الله على كل احيانك. والحديث يقول ايه؟ كان النبي يذكر الله على كل احيانه، يعني على كل احوال. فهمت ازاي؟ بس انت ما بتستسغش وضع معين، ما يضرش، ما تلزمش نفسك بيه، ما بقولكش اذكر ربك بيه، انا بقولك لا تعترض على من يفعل ذلك لانه قد يجد نفسه في هذا الحال بس. لكن احنا لا نستسيغ على اي حال، انا شخصيا ومشايخي لا يستسيغ الذكر مع الموسيقى. في بعض الطرق بتستعمل الموسيقى مع الذكر، نحن لا نستسيغها بل نحرمها، واخد بالك؟ لكن لا نبدعها ولا نفسقها، لا نبدعها ولا نفسقها، لكن لا نستسيغها ونحرمها، لا نستسيغها ونحرمها ولا نجلس فيها، واخد بالك ازاي؟ لكن ما نقولش عليهم مبتدعين ولا نقول عليهم ضلاليه خالص، لان في ناس بتجد نفسها مع الذكر بالطريقه دي. في ناس ضئيله تجد، يعني انا اعرف واحد مجرد انه يقعد في حلقه ذكر فيها نوع من النغم ده ياخد الوجد يبقى حاجه ثانيه، يدوب خلاص، ده يبقى كده راجل طبيعته موسيقار، ربنا خلاه موسيقار، والموسيقار ده باب الذكر بالنسبه له يتقفل، ربنا عمل له ناس راقصين يذكر معاه. خلاص انت مالك بيه بقى؟ ما هو ربنا عمل له ناس راقصين يذكر ربنا معاهم برضه، انت مش رقص ما خلاص ما تروحش مع الراقصين. ادي المساله، يعني اعرف ان ربنا خلقه كتير وكل ناس لها مواجدها ولها مشاعرها مختلفه. انت ما تحكمش على الناس مشاعرك وتخلي الناس في قالبك.
انت تعود كده. الناس دول بتذكر حرام ولا حلال؟ حرام ابعد. وبعدين الحرام فيها ايه؟ الهيئة. الحرام دي الهيئة، الهيئة. انما الذكر محدش يقدر يحرمه اصلا. الهيئة، هيئة الذكر. احنا بنقول هيئة الذكر مع الموسيقى عندنا حرام، من الصغائر يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والوضوء وكل الحاجات دي يكفرها، والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة، يعني حياة الرب وكل الحاجات دي متكفرة. ايه رأيك بقى بالصلوات الخمس وهو قاعد يذكر بالموسيقى؟ كويس، ويتبقى مكفرة الموسيقى دي بالصلوات الخمس لانها من الصغائر مش من الكبائر اسم. لكن ان انا اعملها قضية واروح متخانق مع الناس وكرسي في الكلوب وقلبها ضلمة واضربهم وبالبوكس واعمل بزاع واعمل ان انا كده بدافع عن الاسلام والمسلمين، كده غلط خالص، مش هي دي الطريقة. جلال الدين الرومي والي كبير مشهور كان انتشر في عصره الغناء وحب الشعر والالقاء والموسيقى، انتشر عنده لدرجة ان الناس التهوا عن القرآن بالغناء في عصره في بلده. ام ربنا سبحانه وتعالى القى عليه الولاية والذكر في حال الرأس، صدق بقى دي. وبقى هو نفسه يقول لهم كده، يقول لهم عشان انتوا رقصين ربنا بعت لكم ولي رقاص، بقى يقول لهم كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ياخد الناس دي من غفلة الرقص ده في بالله الى جمال الذكر لله عز وجل. فربنا له في خلقه شؤون يا سيدي، فهمت ازاي؟ ربنا له في خلقه شؤون. اتفضل يا سيدي. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، لأن لا يوجد نهي، لا تنظيم وقت. ده بينظم وقت يا سيدي، بينظم وقتك. أحب أعمال عند الله أدومها وإن قل. فأنت عشان تعرف تداوم على العمل وتعرفه بتحدد له أوقات معلومة. وماله ما يجراش حاجة. لا هو قيد الذكر على سبيل التربية والتهذيب مش على سبيل الفرض على سائر الأمة. ده لتلامذته بس. لتلامذته، وما قالش ان ده شرع متبع. ولم يدعي ان ده واجب على الامه، وان الذي لا يلتزم به يبقى هو ده المبتدع لو قال كده، واجب على الامه ولازم الامه تلتزم به. لم يقل بذلك احد. لكن ده هو راجل ناصح امين، شايف العالم دي بتضيع وقتها، بتروح النادي كل يوم، وكل يوم اين تذهب هذا المساء؟ يروح الكازينو. فقال له بدل ما تروح الكازينو يا ابني وقبل ما تروح النادي انا هوصل هعمل لك وظائف، يوم السبت بعد الدور قول كذا، يوم الاحد بعد الدور قول كذا، يوم الاثنين بعد الدور قول كذا. الكذا اللي بيقوله ده كله كلام حلو، صلاه على النبي، دعاء، قران، يبقى حاجه جميله. وظف له وقته وشغل وقته في حاجه كويسه، يبقى ده حاجه جميله. يبقى ايه اللي وحش فيها يعني؟ قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سمعت الامام ابو بكر بن فورك رحمه الله يقول: قياما بحق الذكر وقعودا عن الدعوة فيه. وسمعت الشيخ أبا عبد الرحمن يسأل الأستاذ أبا علي الدقاق فقال: الذكر أتم أم الفكر؟ يعني الأفضل الفكر اللي هو العظة للتعاظ. مش ربك بيقول، الرسول بيقول: تفكر ساعة خير من عبادة 40 سنة. في روايات كده 40 و40 هنا لا عبرة بالعدد، مش مفهوم العدد، يعني الكثرة. يعني الذكر أتم أم الفكر؟ فقال الأستاذ أبو علي: ما الذي يقول الشيخ فيه؟ فرد السؤال للشيخ، قال له: طب أنت فضيلتك بتقول إيه؟ قال الشيخ أبو عبد الرحمن: عندي الذكر أتم من الفكر، لأن الحق سبحانه يوصف بالذكر ولا يوصف بالفكر، وما وصف به الحق سبحانه وما وصف به الحق سبحانه أتم مما اختص به الخلق. فاستحسنه الاستاذ ابو علي رحمه الله، مش كده برضو؟ يبقى الذكر افضل من الفكر. ليه؟ لان لو فكرت تجد ان الفكر ثمرته الذكر، يعني الفكر ليس مقصود بذاته لكن الذكر مقصود بذاته. يبقى الفكر وسيلة والذكر غاية. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الغاية اعلى، لان انا الوقت بركب العربية، الهدف ان انا اركب العربية، الهدف ان انا اروح بيتي، هدف اروح بيتي مش ان انا اركب العربية، بل ان انا اول ما بوصل بيتي بروح سايبها وطالع، ولا بفضل قاعد فيها. يبقى الوسيلة مش هي، مش زي الغاية، الغاية اعلى. بنفس المنطق ده قالوا: هل العقل افضل ولا العلم؟ العقل افضل ولا العلم؟ العقل مناط التكليف، وهو اصلا استيعاب العلم بالعقل. فقال: العلم
افضل ولا العقل؟ ها؟ ما بيقول لك عقل علم العليم وعقل العقل ايه؟ اختلف. اينا قد احرز الشرفة؟ العقل قال ايه؟ انا الرحمن بي عرف. مش ربنا عارفه بالعقل. بيتقالد بقى. بالادلة العقلية. واخد بالك ازاي؟ ربنا عارفه بالعقل. بالادلة العقلية. اللي هم لأهل الاثار. ها؟ ايوه دي مرحلة تانية بعد ما عرفه بالاثر وصل اليه فعرفه به. دي مرحلة. لكن احنا بنتكلم المبتدئين. المبتدئ ايه؟ المبتدئ اللي هو كل الامة يعني المبتدئة لكن مش الخصوص. الامة كلها عرفوا ربنا بالعقل. الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير يعني الدليل يدل على المدلول بالعقل. يبقى ايه العقل قال للعلم ايه؟ قال له انا الرحمن بي عرف. يبقى انا افضل. قام العلم بقى ايه؟ سكت سكت كده وقال له بأينا الرحمن في كتابه اتصف؟ بالعقل ولا بالعلم؟ فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل رأس العلم وانصرف. فهمت ازاي؟ فرح العقل اعتذر للعلم وده بس رأسه ولا حقك عليه. العلم نفس المعنى. تشوف ربنا اتصف بإيه؟ بالعلم ولا بالعقل؟ لأن العقل وعاء العلم. فالعقل ليس مخصوص لذاته. ليس مقصود لذاته، مقصود لأن يعلم. يبقى اللي مقصود لذاته هو العلم بالمعلوم. افهم نفس القاعدة. الفكر ولا الذكر؟ الذكر مخصوص لذاته والفكر وسيلة. العقل والعلم، العقل وسيلة وعاء والمقصود هو العلم بالمعلوم. فهمت ازاي؟ يبقى العلم أعلم. نفس المنطق يعني. أيوة. إذا وصل للتمتمة والهلضمة والهزرمة فالرسول قال له اعبد الله نشاطك. قلنا ده يبقى نقول له كده انت تعبت، انت انسان ضعيف وتعبت، قوم نام شويه بس. يبقى مش عارف ادب الذكر، نعلمه ادب الذكر. مش العيب في الذكر، العيب في طريقته. نقوم نقول له اذكر بطريقه مفهومه واضحه بس، نعلمه الادب الذكر. تقولك ازاي؟ وسمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن عبد الله يقول سمعت الكتاني يقول لولا ان ذكره فرض علي لما ذكرته اجلالا له. مثل يذكره ده، انا مثل انا العبد الحقير يذكره ده، لولا ان ربنا فرض علي الذكر كنت استحي اذكره. انا مين انا عشان اذكره؟ ولم يغفل فمه بألف توبة متقبلة عن ذكري. يعني ازاي اذكره بفم ملوث بالمعاصي ملوث بالغفلات؟ ده دي حال عند ايه؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى من كرمه انه قبل منك ان تذكره مع كمال نقص. يبقى احمد ربنا تشريف، ده تشريف. لو الحكايه بالعقل كانت انت مين انت عشان تجيب اسمي؟ لما يبقى واحد قليط كده وبعدين واحد يجي يناديه باسمه المجرد يقول له ايه؟ وهو ده عبد وده عبد وده تراب وده تراب. يقوم يقول له ايه؟ انت مين انت عشان تقول لي باسم انت ما تعرفش انا مين؟ صح ولا لا؟ تحصل ولا لا؟ طب فين بقى ده وفين رب العالمين؟ رب العالمين عايزك تذكره. شفت بقى المقام؟ شفت التكريم والتشريف؟ ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.